الليلة في حديث القاهرة أموال وأحلام. في قانون التصالح جدل حول أحقية الحكومة في استثناء بعض حالات التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل. بطولة أم وإرادة ابن عصام عشماوي، حكاية شاب عاد من الموت للحياة. من فوزية البرجوازية إلى تاجر السعادة، حوار خاص جداً مع السيناريست الكبير عاطف بشاي وشريكة مشواره ماري عزيز. أغنى أغنياء مصر في 2022، وقصة رحيل القط مشمش، وأهم ما يشغل المصريين والعالم على السوشيال ميديا في بورصة الكلام. ونستمر معكم وحديث القاهرة. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة. حلقة النهاردة الثلاث 13 ديسمبر 2022. طبعا عندنا موضوعات كتير النهاردة، كانت حديثكم وحديث القاهرة، لكن من امبارح للنهاردة ما زالت قصة البلوجر المعروفة هدير عاطف اللي تم اتهامها وآخرين بالنصب على 16 مواطن، تقدموا ببلاغات رسمي للجهات المعنية، هي حديث القاهرة النهاردة. هنقول لكم الجديد في هذا الموضوع. في البداية علشان الناس اللي بتتابع هذه القصة، الصبح وزارة الداخلية أعلنت أنها قبضت على طليقها المتهم الرابع في هذه القضية، وتم تحديد مكان اختبائه، وكان موجود في شقة في الطلبية في الجيزة. طليقها ده اعترف بأنه قام بارتكاب الواقعة، اسمه بلال. بلال ده هو اللي كتب أدمن صفحته من أيام على الإنستجرام أنه أنهى حياته وانتحر وفارق الحياة، وقال الله يرحمه. من شوية كمان النيابة العامة قالت أنه جاري استجوابه، وأمرت بحبس ثلاث متهمين الآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، وهم هدير عاطف البلوجر الشهيرة، وهاجر فاروق، وتامر عادل. التحريات توصلت إلى صحة ما جاء في البلاغات اللي تقدمت ضدهم، ده طبعا بناء على بيان النيابة. وكمان النيابة في البيان بتاعها قالت إن البلوجر المعروفة استغلت متابعين ليها كتير على السوشيال ميديا وخدت منهم فلوس علشان تستثمرها. الكلام ده كان بيتم في مقر الشركة وهمي في التجمع الخامس. النيابة قالت كمان في البيان بتاعها إن المتهمة هدير اعترفت في التحقيقات إن جوزها كان بيطلب منها إنها تقول للمتابعين ويطلب من المتابعين من 7 شهور تقريباً إنه ياخد فلوسهم عشان يستثمرها في مجال تجارة العقارات والسيارات، ويتم كمان الفلوس دي تداولها في البورصة مقابل إنه هيقدم لهم أرباح. امبارح قلنا إنها كانت بتوصل ل 350%، من 200 ل 350%، رقم غير معقول، يعني إن حد يتصور إن في حد ممكن يديله الأرباح دي. لكن في بيان النيابة كمان قال إن المتهمة قالت جزئية مهمة جدا، وهي إنها كانت بس حلقة الوصل بينه وبين عملائه. إحنا هننتظر معاكم هنا في حديث القاهرة نتائج التحقيقات وهنتابعها مع حضراتكم أول بأول. لكن اللي لازم نقوله ما ينفعش ما نقولهوش، فكرة الاستثمار، أي حد يقول هنستثمر فلوسكم، خلينا نروح للمثل المصري الشعبي كده، إذا كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيستمع عاقل، مش لازم نروح له قوي كده، وخصوصا لما بيعرض علينا أشياء خيالية وغير قابلة للتصديق. يعني إذا كان أعلى أرقام بيوصلها البنك حاليا أو الجهات المختلفة اللي ممكن حد يعمل لها دورة راس مال سريعة ما بتوصلش في السنة ل 18%، إزاي ممكن حد يديكوا الرقم المهول ده؟ لازم تتأكدوا إذا كانت الشركة حقيقية ولا شركة وهمية، زي الحالة اللي قدامنا. الشركة مسجلة ورسمية ولا ملهاش وجود أصلا؟ هي عبارة عن خيال انتوا جريتوا وراه علشان عدد المتابعين والشهرة، والاتنين دول قفة كبيرة جدا، يعني ما كناش نقدر ما نقولكوش كده. خلينا نقول ان احنا النهاردة معانا قصص كتير كانت حديثكم حديث القاهرة النهاردة، لكن قبل ما نبتدي اهم القصص ونشوف كمان ايه هي فقراتنا الحوارية النهاردة، خلينا نروح سريعا لعناوين الاخبار ونرجع نبتدي معاكم هنا اول قصصنا الاخبارية في حديث القاهرة. الآن منتخب الأرجنتين يصطدم بطموحات كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم.
الحكومة تنفي إصدار قرار بحظر دخول بعض السلع إلى مصر. التعليم، 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023. محافظة القاهرة تنفي زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعي. الهند تتهم الصين بمحاولة الاستيلاء على منطقة حدودية خلال اشتباكات جرت الأسبوع الماضي. إقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبية على خلفية فضيحة الفساد. تايوان تتهم الصين بإرسال عدداً قياسياً من القاذفات ذات القدرات النووية لمنطقة الدفاع الجوي. الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء يتلقى طلبات 4 شركات جديدة للحصول على الرخصة الذهبية. المتحدث العسكري، مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة. الصحة، إصابات الفيروس المخلوي ليست واسعة ولن يتحول لجائحة. غداً طقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً والصغرى بالقاهرة 14 درجة. أهلا بكم من جديد، وبداية قصصنا الإخبارية اللي كانت حديث القاهرة وما زالت وهتفضل خلال الأيام اللي جاية. الأيام اللي فاتت كان حديث القاهرة مستمر عن موضوع مهم جدا، سرية الحسابات. ليه طلع الموضوع ده؟ علشان في تعديلات على قانون مهم جدا، هو قانون الإجراءات الضريبية. الناس بتحكي وبتقول إن الحكومة هتطلع على التفاصيل والبيانات الخاصة بحسابات العملاء في البنوك، وفضل الكلام يزيد لحد ما البنك المركزي طلع نفى صحة الكلام ده وقال عدة توضيحات. الحكومة كمان طلعت ونفت، قالت إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية مش هيسمح بده. طيب، مع هذا الكلام خرجت النهاردة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بموافقة على تعديلات القانون في مناقشات حضرها ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي. التساؤلات انتهت؟ لا، ما زالت التساؤلات مستمرة. هل أنا كمواطن عادي هيكون من حق أي حد أنه يطلع على بيانات حساباتي في البنوك؟ أي جهة أيا كانت؟ طيب، وفق النص الذي نشر حتى الآن هل في ضمانات؟ طيب، الأسئلة دي إحنا هننقلها لأصحاب المعلومة. معانا على التليفون سيادة النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. سيادة النائب أهلا بحضرتك معانا في حديث القاهرة. أهلا أستاذة كريمة. سؤال قطعي كده، القانون بالتعديلات الجديدة اللي موجودة فيه هتتيح للدولة يا فندم أو الجهات المعنية أو أي جهة إنها تطلع على البيانات الخاصة بعملاء البنوك؟ سرية الحسابات مكفولة لجميع المودعين في مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب أو شركات، محدش يقدر يجي ناحيتها بحكم المادة 140 من قانون البنك المركزي و142، يعني في مادتين بيحصروا الكلام ده. لكن النهاردة التعديلات اللي عملناها دي عملناها يعني نتيجة في اتفاقية دولية مصر مرت عليها سنة 2016 انضمنا بموجبها للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. كلام واضح. واللي أسس هذا المنتدى المجموعة الـ20 اللي هي أكبر 20 اقتصاد في العالم. يعني يعني بالبلدي كده أكبر 20 اقتصاد في العالم دول غالبا هم دول اللي بيمولوا العالم كله، سواء بقروض او يعني باي حاجه، هم اللي بيمولوا. وهم التمويل بتاعهم ده لازم يكونوا مطمئنين ان في فلوسهم دي هترجع لهم بطريقه او باخرى، ويكون في البلاد دي نوع من الشفافيه. احنا عشان نتعامل مع هذه المجموعه كان لازم يعني الاتفاقيه اللي مضينا عليها دي نقرها مجلس النواب ويتم التصديق عليها، علشان يبقى احنا لو عايزين نستلف فلوس نستلف، عايزين نتعامل مع الدول دي نتعامل،
عايزين نتبادل معلومات معاهم، نتبادل بس تبادل المعلومات دي في ايه؟ يعني هو لو مثلا في دولة زي امريكا وعنده مواطن عندي هنا وشغال، ممكن يبعث يستفسر عن نوعية الشغل اللي عنده، ما كسبه، الكلام ده كله. وده حق متبادل يا فندم؟ يعني مثلا وده حق متبادل، يعني احنا ان شاء الله باقرار الاتفاقية اللي اتعملناها النهاردة، لو في اي فلوس يعني كسبها حد من المصريين نتيجة اعمال غير مشروعة، طلع هربها بره مصر وعمل لها عملية غسيل اموال وكده، من حقنا نفس الكلام طالما احنا الاثنين منضمين لهذه الاتفاقية. على فكرة الاتفاقية دي منضمة لغاية النهاردة 165 دولة. طالما احنا الاثنين منضمين، زي ما هو من حقه ان هو يسأل على المواطن بتاعه، احنا من حقنا نسأل عن المواطنين بتوعنا اللي هربوا فلوس بطرق غير شرعية وطلعوها بره مصر ونجيبها. وهم مضطرين ومجبرين على ان هم يدونا البيانات دي اذا كانوا ماضيين على الاتفاقية وبرلماناتهم اقرت التعديلات القانونية زينا. وكانت المبالغ دي نتيجة تهرب ضريبي او نتيجة اعمال غير مشروعة. تمام. يعني مش حد الراجل الملتزم محدش عنده حاجة. طيب يعني هو سؤال تاني بسيط سيادة النائب، إذا كانت الاتفاقية من 2016 زي ما حضرتك بتقول حتى الآن، لماذا لم يتم؟ إحنا عارفين الاتفاقيات الدولية لا تسري في داخل الدول إلا بعد إقرارها من البرلمانات المعنية في هذه الدول، ليه تأخر كل السنين ده؟ بما يرضي الله ده تأخير من عندنا وعيب من عندنا إن إحنا تأخرنا الفترة دي كلها. يعني دي تقصير، ده هناك نوع من التقصير من عندنا ان الكلام ده ما دخلش البرلمان من 2018، لان كل الدول دي سبقتنا وعدت تشريعاتها زي ما احنا بنعدل التشريع بتاعنا كان النهارده. وضحت كده الصوره سياده النائب، انا بشكرك جدا لحاله الوضوح. الحسابات ده كلام منتهي، وانا اشكر حضرتك على تكرار هذه المعلومه مره تانية، يعني قطعا للشك باليقين السؤالين اللي خطروا في بالنا خطروا في بال كل الناس وكانوا حديث القاهرة جاوب لنا عليهم سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. طيب القصة القادمة واللي كانت حديث القاهرة وما زالت وستستمر أيضا، يعني قانون هو مشروع قانون كان حديث القاهرة وما زال هو كمان تصالح في مخالفات البناء، شفنا هرج ومرج طول الفترة اللي فاتت، إيه هي الباقي البنود اللي حيتم التعامل معاها؟ لكن كل ما خرج في قانون التصالح كان شيء، لكن ما حدث من اعتراضات حتى كانت موجودة داخل مجلس النواب وكان في عليها جدل كبير جدا، وآخره كان موجود النهاردة في مناقشات البرلمان لأن لجنة الإسكان في مجلس النواب وافقت عليه النهاردة، لكن المناقشات بقالها 3 أيام مستمرة والجدل كان على 3 نقط، 3 نقط ما زالت غير محسومة. اللجنة أرجأت الموافقة عليها بشكل كامل رغم أن تم الموافقة زي ما قلنا على التعديلات للجلسة العامة، وهي نقط خلافية بالفعل. أول واحدة فيهم التصالح في بعض حالات التعدي، أن يجوز للجهات المعنية والوزارات المعنية أنها تتصالح بعد ما الموضوع ما يروح عند الوزير ويرفعه لرئيس الوزراء على التعدي على مناطق في النيل وأراضي الآثار. هل من حق الحكومة أنها تتجاوز في هذا التعدي عليهم؟ وهل ده دستوري أصلاً؟ النقطة الثانية واللي كانت محل خلاف هي إلزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال مدة زمنية وجب تحديدها، ده الحكومة بترفضه. ثالث نقطة وهي نقطة خلافية أيضا تتعلق بالحماية المدنية في المباني، ليه النقط دي كانت محل خلاف وإيه هي آخر ما توصل إليه النواب وبيتناقشوا فيه دلوقتي؟ خلينا نسمع من سيادة النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب واللي معانا على التليفون. أهلا بحضرتك معانا سيادة النائب. أهلا بحضرتك بالتأكيد. سيادة النائب، ليه أرجأت اللجنة حسم التصالح في مخالفات البناء على النيل وأراضي الآثار للجلسة العامة ومعترضة على جزئية أن الحكومة ليها حق الاستثناء في التصالح في هذه القضايا تحديدا؟ طيب خليني استعرض مع سعادتك بعض الحقائق الشارحه للجمهور يعني عشان نفهمها كويس. ارجوك. هو اولا الماده دي الحكومه طلبت مزيد من الوقت لاعاده دراستها وفحصها بناء على الاراء الرشيده والعميقه اللي اديرت في جلسه لجنه الاسكان مع الساده النواب واعضاء اللجنه لتخيلاتهم وتصورهم
القانوني لهذا الامر. بمعنى ايه؟ حضرتك هنتكلم على مخالفات على طرح نهر النيل. طيب هل هذا الامر الدستوري من عدمه؟ ثانيا هل هذا الامر اللي وزاره الري تطلب فيه؟ سياده النائب، سياده النائب، ان للاسف فقدنا الاتصال بسياده النائب، وهنرجع مره تانية علشان نتكلم في هذه الجزئيه. الاعتراض الاساسي واللي اصبح انتقل من تحت قبه البرلمان للناس اللي بتتداول هذه الاخبار كانت المشكله الاساسيه ان التصالح في التعدي على نهر النيل والاماكن الاثريه غالبا ما بيقومش بالموضوع ده غير ناس ليهم سلطه او نفوذ او حتى اغنياء، فبالتالي ده ممكن يفتح باب كبير جدا للفساد اذا تم استثناؤه، وهو ده كان السؤال اللي على لسان الناس. رجع لنا مره تانية سياده النائب. سياده النائب اتفضل، حضرتك معاك الكلام. كانت تحفظات الساده الدواب قائمه على ثلاث محاور. اولا ازاي انا اسمح ببعض التقنينات اللي هتحصل على طرح نهر النيل في ظل ان هذا الامر يعني غير دستوري، وانما كان الرد من الحكومه ان احنا الاوضاع الحاليه والقائمه والقديمه هي التي هنتعامل معها، وهنتعامل معها بنظام حق الرقبه، يعني هو مش هيقنن له اي ملكيه ارض، وانما اذا كانت المخالفه وزاره الري ترى انها غير مضره ويمكن التصالح عليها هتدي موافقه، وهيكون في الحاله دي الغرامه الماليه او قيمه التصالح ثلاثه اضعاف القيمه الاصليه. يعني لو القيمه الاصليه 2000 جنيه هيبقى 6000 جنيه. فبالمناقشه والرايح والجاي طلبوا مزيد من الدراسه، ووزاره الري مع الحكومه مع المستشار علاء وزير المجالس النيابيه طلبوا وقت لمزيد من الفحص في هذا الاطار، وبالتالي هو ليس قيد الاعتماد او قيد التنفيذ. تمام، وخصوصا كمان يا فندم بعيدا عن الدستوريه عندنا نقطتين حضرتك طرحت جزئيه منهم، ازاي الحكومه ممكن تتصالح على جزئيه شبه دي، وايه هي مواصفات القواعد اللي هتكون حاكمه ليها، وخصوصا ان التعدي على نهر النيل او الاماكن الاثريه بيقوم بيه زي ما الناس بتقول مش اي اشخاص يعني، فده ربما يفتح باب اخر للفساد. يعني طبعا الاليات بتاعت القبول كانت محل اعتراض من النواب، يعني بيقول لك انت هتقبل فلان وترفض على اي اسس، برضه عايزين لها اسس يعني معينه عشان يبقى فيها نوع من انواع الشفافيه والاطمئنان لعدم وجود اي نوع من الفساد. وليس فقط قبول الوزير ورفعه لرئيس الوزراء زي ما كان مكتوب في الماده يا فندم. هي دي هيعاد فيها النظر يعني، وهم هيقدموا مقترح اخر فيها. تمام، سياده النائب، الماده اللي قبلها على طول اللي هي ماده رقم 3 بتقول لا يجوز بالاساس التصالح في اي المباني اللي فيها ازمات او عيوب، والنيل وبالظبط الانشائيه اللي فيها ازمات يعني مشاكل انشائيه، والاراضي الخاصه بالاثار والتعدي على النهر، يعني دي الماده الثالثه واللي بعدها على طول الماده الرابعه. المنطقيه في المادتين دول وماده تجب ماده، هل ده يعني شيء وارد في مناقشه مثل هذه الامور؟ لا، هو اللي معترض عليه في الماده الثانيه هي وده مقبول وما حصلش عليه اي نوع من انواع المناقشه لانه منطقي، ان اي وحده لا تتمتع بالسلامه الانشائيه ده يتم التصالح عليه. تمام، الجزئيه دي مفهومه ومقبول، اما البند الخاص بطرح النهر والاثار هو ده اللي كان عليه مناقشه وهو ده اللي قلت، وخصوصا انه وارد كمان في الماده الثالثه قبل ما يتم الاستثناء في الماده الرابعه. طب احنا في انتظار ما ستتوصلون اليه. النقطه الثانيه سياده النائب خاصه بالجزئيه السقف الزمني اللي من المفترض الحكومه تحدده علشان ترد على ملفات التصالح، هل تم التواصل فيه لشيء؟ لا الحقيقه احنا طبعا عارفين ان سياده النائب موجود في يعني اجتماعات خاصه وما زال حتى الان يعني في جلسات ونقاشات، واحنا حاولنا التواصل معاه على اهميه هذا الموضوع عند ناس كتيره جدا. اذا قدرنا نوصل للمعلومه قبل نهايه الحلقه اكيد هنوصلها لكم مره تانية، ولانها نقط مهمه جدا وحديث القاهره فهي معانا النهارده. خلينا ناخد فاصل ونروح لحديث القاهره في العالم الموازي على الانترنت مع زميلنا العزيز خالد البرماوي، والنهارده عنده مجموعه من القصص اللي شغلتكم ومهمه جدا بعيدا عن حديث المال العالمي والمصري كمان بعد الفاصل.